استغفر الله العظيم يا رب، كله منك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه يا وليه؟ في كوبايات الشاي اللي شربوا فيها كلها دي، وفي الاخر سابوها لي ومشوا. مين هيغسلها؟ معلش بكل التفل بالمعلقه واغسليها. فين تليفوني؟ ما هو مرمى اهو قدامك. انا بتكلم على تليفوني انا يا وليه. فين؟ جوه على السرير يا اخويا. ما تبص بقى يا اوز الله، ما تخنقي احسن وتضربيه على مين. والله انا حره ابني وانا حره فيه. ماشي والله لا اسجلك، بس نفضل اوعي عليها اخويا. ما تبص بقى يا اوز، ده انت عايز تلح صحي زي ابوك. هعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ هاتي الواد. اتفضلي اوز. سمي براحتي من قبل اخد برد. بسم الله. خش خدي كل اكياس الاكل واهربي اهربي. انا ما قلتلكش حاجه، سرك في بيه. يلا ما حدش يلمح. مش هنسبوسبل. يلا ما تبص يا ابني بقى، بس يا حبيبي ربنا يهديك، ده انت تبت. يا رب يا استر. مفيش حد، اجري يا حبيبي. لا استني يا وليه، استني يا وليه. بتهربي؟ ماشي اهربي يا هناء، والله لازقينك انت وجوزك زي الكوبلن اللي بيبيع لوحه تلج على انه ايس كريم، ويقول لك اصل انا عامله سموزي، ومش هتطلعي الشقه تاني، هطلعك في برنامج خلف الاسوار. بتهرب. يا دي النيله، الموبايل فاصل شحن. هو الشحن فين؟ يا دي النيله، النور قطع. انا بخاف من الضلمه. انا اسف، انا اسف يا سيد. يا رب فوقيها ما تطلع عشان ما ترعبش. يلا العب سامع. اه ايه مطبخ؟ مطبخ يا عم، في مطبخ يا عم. مطبخ يا عم، مش عارفين نلعب معاه. ما تلعب يا عم في الواد ده، اناني قوي يا جدعان. الواد ده ما يلعبش معانا تاني يا كابتن، بعد كده لم الكور من ورا الاجوان. هو الواد ده يعني هو اناني، بس لعيب لعيب بصراحه. مش عارفين نلعب منه يا كابتن. وانت يعني كنت بتعرف تلعب قبل كده يعني؟ سامع سامع.